ذكرى مجازر 17 أكتوبر 61900 كانت محطة لاستذكار مآسي أولئك الذين ضحوا بالنفس والنفيس في سبيل تحرير الوطن. المناسبة كانت فرصة للمشاركين في إحياء ذكرى اليوم الوطني للهجرة بالمجلس الشعبي الوطني للرد على حاملي الفكر الاستعماري وطعنهم في تاريخ الأمة الجزائرية، التاريخ المشرف والممتد عبر العصور والأزمنة. إن طعن حامل الفكر الاستعماري في الأمة الجزائرية وتاريخها وحضارتها وانتمائها وتماسك شعبها بكل المكونات التي صهرتها الخطوب وجعلت منها لحمة واحدة لا تتجزأ ولا تتعدد. طعنهم هذا لن يغير من سيرات التاريخ ولن يطمس المعالم والشواهد، بل يبعث على الاستهجان والاستغراب، وهو لا يضر إلا أصحاب هذا الفكر العدائي الحاقد المتعالي. تقدم السنين لا يعني تناسي ما خلفه المستعمر الفرنسي في حق الجزائريين العزل، فالتقادم لا ولن ينهي ما ارتكبه هذا المستعمر من مجازر وحشية لا زالت آثارها شاهدة إلى اليوم. كجزائريين احنا عندنا حق أننا لا ننسى هذه الجريمة، جريمة بشعة، جريمة لا تغتفر، غير قابلة للنسيان وغير قابلة للتنازل ولا حتى بالتقادم. سنبقى نتذكر دوما الجرائم البشعة التي ارتكبتها فرنسا ضد الشعب الجزائري ومناضليها العزل في المهجر. مجازر 17 أكتوبر ما هي إلا محطة من محطات تاريخ نضال لأمة أبت إلا أن تنال استقلالها، فلا التدمير ولا التهجير ولا وحشية التعذيب أثنت هذه الأمة عن طرد العدو من هذه الأرض الطاهرة.